بسم الله الرحمن الرحيم. سي الأمين العام لحزب الاستقلال، شكرا على استقبالكم. سيدة والسادة منسقي القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، سيدات والسادة الوزراء، سيدان الرئيسان لمجلس النواب، السيدات والسادة البرلمانيين، أيها الحضور الكريم، فرصة سعيدة للقاء بكم في هذه المناسبة اللي كانت نسعوا منها إلى انتظام المواعيد وتزامنا مع الدخول السياسي والبرلماني. وهي المناسبة اليوم لأهنئ السيد ولد رشيد على الثقة التي حظي بها لرئاسة مجلس المستشارين. وهي فرصة كذلك للتنويه بتماسك مكونات الأغلبية البرلمانية، وخصوصا روح المسؤولية التي أبنتم عنها خلال تجديد انتخاب هياكل مجلسي النواب والمستشارين. روح المسؤولية التي تكرس تماسك الأغلبية وتظهر مدى قوتها وانسجام مكوناتها، وهذا في حد ذاته أعتبره شخصياً إنجازاً للأغلبية وقياداتها، ويعكس نضجاً سياسياً لدى الأحزاب الثلاث. تجاوزنا من خلاله الآثار الجانبية التي عرفتها التجارب السابقة والتي انعكست سلباً على الأداء الحكومي والبرلماني في السنوات الماضية. النضج السياسي اللي طبع تدبير الأغلبية كان سبباً حاسباً في تجاوز التعطيل التنموي ومخلفات التأخر المسجل في عدد من الملفات الاستراتيجية. لذلك كنا حريصين منذ بداية هذه التجربة على ضمان تماسك الأغلبية ومكوناتها بهدف تجاوز كل الصعوبات الظرفية التي ورثناها في الفترات السابقة. سيدات والسادة، ارتباطاً بالسياقات الوطنية والدولية، فالدخول السياسي لهذه السنة يجعلنا جميعاً أمام رهانات كبرى، رهانات حددها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، والتي ستكون فيها قضية الصحراء المغربية والتطورات الإيجابية التي يعرفها هذا الملف إحدى أبرز معالم السنة التشريعية والحكومية التي نحن بصددها. فالخطاب الملكي الأخير يحمل دلالات رمزية وتاريخية جد متقدمة، ستمر مع القضية الوطنية الأولى من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير بأبعادها الاستراتيجية المبنية على الاستباقية وأخذ زمام المبادرة والتحلي بالحزم والمسؤولية. فالفاعل السياسي اليوم وفي مقدمته الفرق البرلمانية سواء في الأغلبية أو المعارضة مطالبة بالتقاط الرسائل في التعاطي مع ملف قضية الصحراء. وإذا كانت الدبلوماسية البرلمانية قد لعبت أدوارا ترافعية مهمة في المراحل السابقة، فإننا اليوم نعول على فرق الأغلبية البرلمانية للتفاعل بعمق مع مضمون الخطاب الملكي وتوحيد الجهود للدفاع عن القضية الوطنية، بما في ذلك اختيار الأطر والكفاءات البرلمانية المؤهلة للترافع دوليا والقادرة على مواكبة المستجدات والتحولات الوطنية والدولية المرتبطة بملف الصحراء المغربية، وجعل الطرح المغربي ضمن الأجندة الرسمية للدبلوماسية البرلمانية سواء في المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف أو في مجموعة الصداقة البرلمانية، ودعم الموقف بكل الآليات والوسائل المتاحة. وفي نفس السياق الدبلوماسي أغتنم هذه الفرصة للوقوف إجلالاً أمام
المواقف النبيلة والشخصية لصاحب جلالة في دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، وهي مناسبة لتجديد إدانتنا الصريحة للحرب التي تشنها إسرائيل على الشعبين الشقيقين من خلال عمليات القتل الجماعي والتهجير القسري واضطهاد المدنيين العزل. كما نؤكد على الموقف الراسخ للمملكة باعتبار أن السلم والاستقرار في المنطقة لن يتأتى إلا في إطار حل الدولتين بشكل يكون فيه قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما نعبر عن تضامننا الواضح والصريح مع الشعب والحكومة اللبنانيين، وندعو المنتظم الدولي للتدخل بشكل عاجل لوقف الحرب وحماية المدنيين ودعم سيادة لبنان على كافة أراضيه. حضرة السيدة السادة، كنختم اللقاء معكم للتأكيد مرة أخرى على الاعتزاز ديالنا العميق بالمكتسبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللي تحققت في عهد هذه الحكومة. في النجاحات المحققة على جميع المستويات تؤكد بالملموس أن الاختيارات الحكومية كانت جد دقيقة ومركزة للجواب على أسئلة الظرفية الصعبة. فجميع المؤسسات المالية الوطنية والدولية كتشهد أن هذه الحكومة تجاوزت الأزمة بكل ثقة ومسؤولية، وحافظت على التوازنات الماكروإقتصادية، مما أثر بشكل إيجابي على صلابة وصمود الاقتصاد الوطني أمام التحولات والتقلبات. كما تمكنا في نفس الوقت من تنزيل السليم والمتكامل لأسس وركائز الدولة الاجتماعية كما أرادها عاهل البلاد صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. والحال أن هذه الحكومة اللي كتحلى بالإرادة وحرصها على شراكة مثمرة مع فرق الأغلبية البرلمانية استطاعت في ظرف وجيز استكمال الورش التنظيمي والمؤسساتي لتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة وضمان استدامتها واستهداف الفئات المعنية بها، مع المضي قدما نحو إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يتلائم والتوجهات الكبرى لمشروع الدولة الاجتماعية من خلال مراجعة شاملة للحكامة وتأطير برزنامة تشريعية صلبة وبشكل يقطع مع الارتجالية في تدبير قطاع التربية والتكوين. تمكنا منذ بداية الولاية الحكومية من مباشرة عملية إصلاح متكامل لهذا القطاع الاستراتيجي، شعاره بناء مدرسة الإنصاف والجودة وتكافؤ الفرص. فالواقع المقلق للمدرسة العمومية المغربية جعل الفريق الحكومي يحرص على كل الحرص على أولوية التعليم خلال هذه الولاية، ومن خلال تبني خارطة الطريق واضحة المعالم أساسها التلميذ والأستاذ والمدرسة، وتوفير كل الشروط الضرورية لنجاح هذه التجربة وجعلها محطة من محطات الارتقاء الاجتماعي لكافة أبناء الشعب المغربي. ولأن الرؤية الحكومية تتقاطع مع التوجيهات الملكية السامية بخصوص الحق في السكن لجميع المغاربة، بادرت الحكومة إلى إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن لتعزيز قدرة الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسط على اكتساب سكن لائق بما يحفظ كرامتها ويلبي حاجيتها، وهو البرنامج الذي لقي إقبالا كبيرا في جميع المدن المغربية. كما تمكنا من اتخاذ خطوة حاسمة نحو تعاقد اجتماعي جديد عبر إطلاق مسلسل حوار اجتماعي بحكامة مبتكرة، وهو الذي ظل متوقفا خلال مرحلة الحكومات السابقة. مع توفير ما يقارب من 45 مليار ديال الدرهم لكل الاتفاقات الاجتماعية المتلاحقة في عدد من الملفات المتعثرة، مما يبرز بالملموس التوجه الراسخ في جعل الحوار مع الفرقاء أولوية متجدرة ضمن أجندة الحكومة الحالية.
وبالموازاة موازاة مع التفوق الحكومي في المجال الاجتماعي، كنا على موعد تاريخي لإقرار ميثاق جديد للاستثمار الذي شكل إذا دعم أساسية للاقتصاد الوطني. وأمام الوضعية المقلقة للمخزون المائي وبالتطور لتوالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات، تعاملت الحكومة تحت التوجيهات الملكية السديدة بكثير من اليقظة والاستباقية، وعملت على توفير كل الإمكانيات المالية والبشرية لتدارك الزمن التدبيري لهذا القطاع الحيوي ومباشرة البرنامج الوطني للتسويد بالماء الشروب ومياه السقي بكلفة إجمالية تقارب 143 مليار ديال الدرهم. وفي نفس السياق، وكما أعلنت خلال تقديم الحصيلة الحكومية، فإن المرحلة المقبلة سيكون فيها موضوع تشغيل أولوية حكومية بامتياز ورهانا استراتيجيا سنعمل على تكريسه وتوفير كل الشروط والإمكانيات الضرورية لإنجاحه، بما يضمن التقليص من نسب البطالة في صفوف الشباب والكفاءات المغربية. كما أعيد التأكيد وبكل فخر واعتزاز أننا تمكننا من خلال البرامج ومختلف المجهودات الحكومية من التدخل إيجابيا لفائدة 90% من الأصول المغربية على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم. اليوم كذلك مناسبة أغتنمها لتجديد تعازينا لعائلة ضحايا الفيضانات التي عرفتها بلادنا مؤخرا، ونتمنى الشفاء العاجل للأشخاص المصابين. ودخلت الحكومة ومختلف السلطات بشكل مستعجل للتخفيف من حدة الخسائر وإعادة الحياة. وفي نفس الوقت أطلقنا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية برنامجا لتأهيل هذه المناطق بميزانية ديال إجمالية كتفوق 2.5 مليار ديال الدرهم، تشمل إعادة تأهيل المناطق المتضررة وفيها مساعدات مباشرة يعني للسكان اللي كتخص 80,000 درهم للمساكن المتضررة جزئيا و 140,000 درهم للمساكن المتضررة كليا. أيها السيدة والسادة، بنفس الطموح والإرادة السياسية تواصل الحكومة مسيرة الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والمواطنات، حيث يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي أنتم بصدد مناقشته السيدات والسادة البرلمانيين محطة مهمة لاستكمال تنزيل البرنامج الحكومي. فالحكومة بقيت وفية لالتزاماتها، أي مواصلة فرص الشغل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ثم الحفاظ على الاستدامة المالية العمومية. ومن هذا المنطلق، منطلق الالتزامات، كيتضمن المشروع ديال القانون المالية عددا من الإجراءات، فيه إصلاح الضريبة على الدخل التي لم تعرف أي مراجعة منذ 14 سنة، من خلال تخفيض السعر الهامشي إلى 37% مع توسيع هامش الإعفاء التام ليشمل الأشخاص التي تقل مداخلهم عن 6,000 درهم شهريا، إجراء سيستفيد منه أزيد من 2,500,000 أجير زيادة على 4 ملايين اللي هي غير منيعنية بهذه الضريبة. رفع الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر ليبلغ 250 درهم عن كل طفل أطفال الثلاثة الأوائل، و 375 درهم عن كل طفل من الأطفال اليتامى من جهة الأب. مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض الخاص بالأشخاص اللي هما ما قادرينش على أداء الواجبات الاشتراكية، وذلك بميزانية ديال 10 مليار ديال الدرهم. كما سنقوم بدعم القدرة الشرائية للمواطنين لفائدة من خلال تقريبا 16.5 مليار ديال الدرهم لفائدة صندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية. مواصلة دعم الاستعارة الكهرباء، إقرار إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية على مجموع من الواردات من الحيوانات الحية واللحوم ومجموعة من المنتجات الفلاحية
باش الاثمنه يرجعوا لواحد المستوى اللي هو معقول. والمواصله ديال هذه الاصلاحات الهيكليه الكبرى سيتم تخصيص 85 مليار ديال الدوام لقطاع التعليم، زدنا 11 مليار بالنسبه للسنه الماضيه اللي كانت فيها زياده كبيره. استفاده القطاع الصحي من ميزانيه اجماليه كتوصل 32 مليار ديال الدوام، زدنا تقريبا 2 مليار ديال الدوام بالنسبه للسنه اللي فاتت. رفع من القيمه الاجماليه لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر اللي غيوصل هذه السنه ل 26 مليار و500 مليون ديال الدرهم. كما ستعمل الحكومه من خلال قانون الماليه على توطيد ديناميه الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال ومواصله المشاريع الهيكليه لتطوير البنيات التحتيه، حيث غادي تعبئ الحكومه ميزانيه اجماليه كتوصل ل 340 مليار ديال الدرهم مخصصه للاستثمار العمومي، تقريبا زدنا 5 مليار ديال الدرهم. شكرا. مع التذكير بالمقتضيات الاصلاحيه التدريجيه التي عرفتها قوانين الماليه سنه 2023، اصلاح الضريبه على الشركات يعني انعاش المقاولات، في 24 اصلاح الضريبه على القيمه المضافه، ادماج القطاع غير المهيكل، سنة 2025 إصلاح الضريبة على الدخل يعني تشجيع مبادرات التشغيل، واستكمالا لإرادتنا في دعم الجهوية المتقدمة ودور المجالس المنتخبة في التنمية المجالية، غادي يتم بمقتضى هذا القانون المالية 2025 الرفع من حصة الجماعات الترابية من مداخل الضريبة على القيمة المضافة من 30 الى 32%. وبالنسبه للاولويات النصف الثاني من الولايه الحكومه ساكتفي بجزء الارقام. 18 مليار ديال الدرهم لرفع من وتيره تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب ومياه السقي. 14 مليار ديال الدرهم لاطلاق مقاربه مندمجه ومتكاملة للنهوض بالتشغيل. هذه إجراءات ملموسة تؤكد الإرادة القوية للحكومة للوفاء بالتزاماتها التي عقدت بشأنها مع المواطنين والمواطنات، مع الحفاظ على التوازنات المالية ديال الدولة. وإن شاء الله غادي نحققوا 4.6% كنسبة متوقعة للنمو. غادي نواصلوا خفض عجز الميزانية ليوصل إلى ناقص 3.5%، وغادي كاين التحكم إن شاء الله في نسبة التضخم في حدود 2%، مع العلم أنه احنا في آخر سبتمبر في أقل من 1.2%، وكاين الضبط ديال المديونية اللي كانت في واحد المستوى واللي غادي توصل ل 69% إن شاء الله، أقل من 69% في السنوات المقبلة. سيدات والسادة الحضور الكريم، أمام هذا الحضور قوي للحكومة وللفاعلين السياسيين وللحصيلة التاريخية المسجلة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية برغم من صعوبة الظرفية، أعتقد أن الأغلبية البرلمانية والأحزاب المكونة لها ملزمة ببذل مجهود إضافي للتواصل والتعريف بهذه الحصيلة. لذا يجب استغلال كل فرص والقنوات المتاحة للتواصل مع المواطنين والترافع بكل قناعة راسخة حول المنجز الحكومي اللي هو كبير وخصكم تكونوا فخورين به، وحنا كنا هزين راسنا باش ندافعوا على هذا البرنامج وعلى هذا الشيء اللي تعملت الحكومة هذا الدور الصعبة وبهذه النتائج الحمد لله. ولذلك نحن مكونات الأغلبية الحكومية مطالبون اليوم بتوحيد الجهود والاستمرار في التماسك والتلاحم للتمكن من استكمال تنزيل البرنامج الحكومي والأولويات الاستراتيجية المستعجلة على أكمل وجه، وذلك في أفق الاستعداد الجيد لباقي المحطات المقبلة في جو يسوده الاحترام، تقدير متبادل
والتحلي بأخلاقيات الممارسة السياسية جاعلين هدفنا الأسمى هو خدمة الوطن والمواطنين بكل تجرد ومسؤولية. وشكرا لكم.